فرح متكلف وفستان من غير ولا غلطة، والهدايا للمعازيم عطور وكريستال. البلوجر مريم سيف قلبت الدنيا من امبارح بسبب احتفالها بحفل زفافها. دي جوازتها التانية، وبنتها مريم كانت معاها في الفرح، وتجوزت البلوجر هاني شاهر، واحتفلوا بالفرح في فندق في التجمع الخامس. ظهرت بفستان منفوش ومن غير حجاب، والفستان من تصميم سماح مهران، واختارت انها تستغنى عن التاج وتعتمد على الطرحة اللي مليانة خرز وكريستال. الفرح استمر لغاية الساعة 2 بالليل، وحضروا كل البلوجرز والمشاهير، وأحيت الفرح المطربة بوسي. اعتمدت مريم على 2 لوك في الفرح، الأول بالفستان المنفوش والتاني بفستان سك هادي، وكانت اتخطبت لهاني من فترة قريبة، لكن صورهم وقصة حبهم اتصدرت السوشيال ميديا من وقتها، وكانت بتقول انه اهم حاجة في هاني انه بيحب مريم بنتها ودايما بيلعب معها. والكل بدأ يسأل عن طليقها الاولاني محمد شرف، هو فين وليه بنته مش معاه. لكن مريم سيف اللي بتشتغل مصممة أزياء وعندها 26 سنة بس، قالت إنه ما بيصرفش عليها من ساعة ما اتولدت. مريم بتتعرض لانتقادات بشكل مستمر، يا إما بسبب طليقها أو بعدها عن بنتها وسفرها دايما. ولما تسألت قبل كده عن بنتها قالت يعني أنتوا أمهاتكم ما كانوش بيسيبوكوا ويروحوا شغلهم؟ وقبل الفرح بأيام اسمها اتذكر في قضية في التجمع الأول عشان اتعرضت للتحرش في كافيه، الشاب اللي كان داخل الكافيه خبط فيها عن غير قصد، لكن مريم ما سكتتش وراحت على اسم شرطة التجمع الأول عشان تقدم بلاغ ضد الشاب. النيابة أمرت طبعا بتفريغ كاميرات المراقبة، واللي بينت ان الشاب فعلا مر داخل الكافيه وخبط مريم بدون قصد، وبعد كده اعتذر وخرج من المكان. بعد ما سمعت النيابة أقوال المتهم والشهود، قررت مريم التصالح مع المتهم والتنازل عن البلاغ. الراجل أنكر التهمة قدام جهات التحقيق وقال إنه خبطها من غير قصد بسبب باب العربية. النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم بعد ما مريم تنزلت عن المحضر وتصالحوا.